وافي لك. انا هاي الاسواره قدمت لك اياها هديه وطلعت من خاطري. لا يا معلم، انا ظنيت بوقت من الاوقات انها هديه، لكن يظهر انها كانت تمن. غيابك بهالشكل انا ماني مستعده انتظرك ابدا. لك كل الرجال كل العالم بيسهروا بيرجعوا على بيوتهم وما بتواجههم زوجاتهم بهالطريقه هي. ولو انا ما بقبل وماني مستعده اقعد بين اربع حيطان وجوزي سهران لوش الصبح وين ومع مين ما بعرف. اشعر اني تفوق اليك. اتمنى لو قدر احقق لك الشيء اللي بتحلمي فيه من سعاده وامان. بس لا تكمل، رافقني للباب. تبي لا اهدي شوي. ارجوك يا هني رافقني للباب. نبيلة عقدي بقى. لك ولا انت كيف متحملتيني؟ عم اكسب فيك ثواب. لك وينك؟ مهما حاولت ومهما حاولوا ما راح يتأثر نجاحي ابدا، وما راح تقدروا تشوهوا كل اللي انجزته. عم تفهم؟ لسه بتقول نجاحي وشركتي ومعملي؟ هذا مو معمل ابوك يا بشار، هذا معمل البلد كلها. اذا كان في نجاح بيكونوا العمال هن السبب، واذا كان في فشل بتكون انت. هاني انا ما بسمح لك.
استاذ رضوان، ابو محمود بيستاهل كل تكريم وتشجيع. يا اما انت على نياتك فعلا يا استاذ هاني ممكن تنخدع بسهوله، يا اما عم تغلط نفسك. كلامي ما بيستوجب هالهجوم يا استاذ. على العموم الافضل انك تكتشف بنفسك. جرب اقترح المكافاه اللي عم تحكي عنها. وهذا اللي راح اعمله. لكن مزعج بالموضوع اني مضطر احكي مع عزت هذا. طيب ليش ما بتحكي مباشرة مع المدير العام؟ حدا عم برد. ما بدي احكي مع بشار لحتى ما تكون بشكل توسط، هيك المدير المسؤول هو اللي بيقرر. إذا حط ببالك إنه عزت آخر شيء بفكر فيه هو تكريم عمال الإنتاج. إذا كان هيك اللجنة النقابية بتكون مقصرة وضمنها عمر بيناتهم. يا هاني عمر واحد من مجموعة. إيه معناتها كل أعضاء اللجنة النقابية بموقف وعمر لحاله بموقف، وبهيك حالي على الأغلب يكون عمر مخطئ فعلاً. الأمور مو بهالبساطة. الإدارة تقدمت بوعود العمال، صحيح ما صار تدخل أبداً بالانتخابات من قبلها، لكن بضل الإدارة رأي ممكن يتسرب العمال. ما بعرف، أكيد في خطأ ما بمكان ما. هلأ أنتم مثلاً كيف شغلكم بالمخبر مراقبة الجودة؟ ماشي الحال بالنسبة لنا، بس المهم انهم ياخذوا بآرائنا. على هالحالة حتى بحسي ماني شايف فيه فايدة منه. كيف شغل زوجك استاذة سمية؟ ماشي حاله. يظهر انه ناجح بعمله كثير. حتى دائما في اعلانات بالتلفزيون عن منتجات الشركة ومقالات بالجرائد. أنا اللي بعرفه إنه ناجح بشغله، رغم إنه الإعلانات والدعايات ما بتعطي الصورة الحقيقية. بظن هاني بيكون مرتاح كتير لإجراء بحثه بشركة عم بديرها زميله. أكيد بشار وهاني زملاء وأصدقاء من أيام الدراسة من السنة الأولى. صحيح، كان في معكم زميلة كنت دايما نشوفها جنبي، نبيلة. صحيح، شو أخبارها؟ اتزوجت وسافرت مع زوجها من مدة. عم تشتغل؟ ما بعتقد. تعرف دكتور كان بقيان عندها كم مادة لتتخرج وما قدمته. الإنسان بينحكم لظروفه. بالمناسبة القهوة اليوم رائعة. صحتين. فهمني ليش اجيت لعنا؟ الصراحة أنا طول عمري غرقان بالمعادلات وبالأرقام وبالحسابات، حابب أكتشف عالم الفن، عالم الجمال طبعاً إذا أنتي ما عندك مانع. وما لقيت غير مرسمي لهالغاية؟ لا مو القصد مرسمك ولا غير مرسمك، لكن أنا بحاجة لمين يساعدني إني أتذوق الفن والجمال. وإن شاء الله اخترتني أنا لهالمهمة الجليلة. تماما هيك بهالبساطة؟ بالمناسبة أنت شو بتشتغل؟ أنا بعدني طالب. غيره؟ شو غيره؟ يعني أي معلومات تانية عن تلميذك؟ وبالنسبة للأجرة صارت واضحة. كاسة عصير وسندويشي. أساساً أنا مالي شاعر بضرورة زواجي هلا، بس أنا شايفة إنك قادر على إسعاد أي وحدة. هذا رأيك؟ وواثقة منه. غريب، أنا ما عندي ثقة بنفسي منهم. على العموم يعني أحسن إنك ما تكون مرتبط، لسه في معك حرية، بيقدر الواحد يعني ياخد يعطي معك. كمان فكرة. شو رأيكم إن؟ أحسن. بس بتروح مطرح ماني رايحة؟ بس تأخر الوقت.
انت امشي معي واذا ما عجبك تنسحب فورا. يا انس ربنا، يبدو انك فهمتيني خطا، او يمكن انا فهمتك خطا. انت عم تستهيني بحالك رغم انك حلوه واول شبابك، يظهر في من علمك تستخفي بنفسك، وهذا طريق ما بيخدل الانسان قيمه، وانا ماني مستعد شارك فيه. المفروض انك احسن من هيك. انا ما كنت قبلانه نقعد سوا بمكان عام حفاظا على نفسي يا استاذ، لكن انت فهمتني غلط. نتيجه سوء تقديرك وغرورك بخاطرك. شو ما طلعتوا مشوار مع الأستاذ نافع والأستاذ عزت؟ لا والله صاير ما في فضا، بس الترفيه ما بيضر. هو مزبوط بس بحدود معقولة. أنت كان اسمك مقترح بلجنتين لفضا العروض، أنا استبدلته. ليش؟ في غيرك أكثر خبرة وأكثر تفرغ، ممكن إنه يشارك باللجان. خلص البريد؟ لسه، على العموم لما بيخلص ببقى بطلبك. طيب عايز ربنا؟ أمر يا أنس لبنى، بيجوز يكون معك حق إنك تزعلي، بس أرجوك يا أستاذ هاني، هذا موضوع انتهينا منه. بعرف بس يعني أنا مالي حاببك تسيئي تفسير حتى ريحك يا أستاذ هاني. أنت أسأت تفسير الأمور، أنا ما كنت حابة خليك تصرف وتخسر، لذلك اقترحت مكان ما يكون فيه مصروف، ويبدو أنك أسأت فهم دافعي. طيب بسيطة، على كل حال أنا آسف مرة. هذا موضوع انتهينا منه، وأرجو أن مين عنده؟ ما في حدا، تفضل. أستاذ عزات، حاولت أتصل فيك ما لقيتك. تفضل أستاذ هاني، أمور. في العامل أبو محمود اللي عم يشتغل على الآلة موضوع بحثي. الحقيقة عم بيقوم بجهد كتير كبير وعم يقدم نسبة إنتاج مرتفعة. إيه؟ الله يعطيه العافية. يعني أنا فكري لو يلاقي من الإدارة مثلاً تكريم أو تشجيع، مكافأة تشجيعية مثلاً. شي حلو. بتعرف يا أستاذ إنه عم ياخد راتب مقابل عمله هاد؟ هي أولاً. ثانياً عم ياخد حوافز إنتاجية على كل زيادة بيحققها. بعدين شو بتريد مني يعني؟ افتح له حساب بالبنك؟ عفواً أنا فكرت إنه فكر بعملك يا أستاذ، ببحثك، وترك موضوع العمال والشركة لغيرك. اللهم إلا إذا طلع تعيينك مشرف أو شي من هاد. أستاذ عزت، كان هذا مجرد اقتراح وما في داعي للسخرية، أرجوك. بعدين أنا محتاج لآلة قديمة برات الخط، بدي أجرب إمكانية تحويلها لإنتاج مغاير. إيه؟ تكرم؟ الآلات القديمة المنسقة مكومة بالساحة، نقي اللي بتعجبك واشتغل عليها على عيني. بس يكون بعلمك إنه ما بحسن بعطيك ولا عامل ولا لمدة نص ساعة. بإذنك انه انت حدا مسلطك علي. لك فهمني شو بدك؟ بدك زيادة راتب لحتى اعطيك؟ فهمني بس شو طلباتك؟ يا ابو هاني، انت مالك ملاحظ انه حديثنا دائما له اتجاه واحد؟ اتهام موجه منك الي ولزملائي انه نحن عم ناخذ وعم نطالب. انت مصلحتك ماشي حالها وحقك واصلك من شغلنا، يعني نحن عم نعطيك حقك، واسعار السلعه اللي عم ننتجها يخزي العين مثل النار. شي حلو والله، عم تحسدوني على رزقي؟ تعالوا شاركوني بالمعمل بيكون احسن. اخي هذا مالي وتعبي وحقكم عم يوصلكم على الكامل. هذا جهدنا وتعبنا وحقنا وعم نطالب فيه. ومنين طلع لكم الحق حبيبي؟
إذا الدولة صرفت تعويض ضراب السخن تعويض محروقات، أنا دولة شيء؟ أنت رفعت السعر أكثر من مرة بحجة غلاء الخيط وغلاء الأجور وغلاء ما بعرف إيش، المهم أنت رفعت السعر مرتين أو ثلاثة، وراتبنا ضل على حاله. بعدين نقابتنا حصلت لزملائنا بالقطاع الخاص تعويض المحروقات وراح تحصل الحق منك، فليش ما بنحل مشاكلنا مع بعض بهدوء؟ انت اذا عامل قصر بتلحقه بالعقوبه، واذا انتج واشتغل زياده ما في كلمه يعطيك العافيه، فعلى القليله كل واحد منا ياخذ حقه. ايه شو علي؟ اترك لي اياها لاسال المحامي تبعي. الو، احترامي سامح بيك، كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير، ماشي الحال. يا سيدي لا وصفتك نفعت ولا وصفتي مشي حالة. لا 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 لا، ايه يا سيدي لجأت للتهديد ما مشي الحال. ايه ايه عندي كمبيالية قلتك نفذها، يعني بس يعني شو راح بستفيد من هالشغلة؟ والله ما لي عرفان شو بدي ساوي. لا لا لا، أعطال المكنات الجديدة قليلة كتير. لك دخيلك بدي أسألك، شو هي قصة تعويضات المحروقات اللي طالعين لي فيها؟ ها؟ أيوة، يعني لازم أدفع. يا سيدي عبرنا لله، شو بدنا نساوي؟ بندفع. الله يعيننا على هالعمال، كل يوم يطلعوا لنا بنهفة جديدة. سيدي ماشي الحال مدفع. برضو نحن بنعمة. ماشي الحال. وهو كذلك. مع السلامة. الو، نعم، شلون؟ لا قلت لك لا. ما فهمت. استفل روح لحالك. لا ما عندي ضيوف، مو جاي على بالي. بدك تضل ماسك لي قصة الساندويتش والعصير؟ لا ما بقبل، ما في وقت. غير مرة قلت لك، غير مرة. ليش عنيد؟ طيب طيب، وين؟ هيك لكان؟ كافتيريا؟ طيب يلا باي. تذوق الرسم اللي عم نعملها، شايف شو في لوحات معبرة؟ أنا تخرجت خلاص وصرت من متذوقي الفن.
لكن أنا شو عم بعمل معكو؟ ليش ما في سبب آخر للقائنا غير الرسم وكونك فنانة؟ فعلاً أنت رجل علم وأنا رسامي، شو اللي بيجمعنا؟ أقول هلأ ما في، لذلك لازم ندور على السبب يخلي لقائنا منطقي أكثر. ها؟ لا في؟ فهمت عليك، لا تكمل، بيقدموا هون عصير؟ بيقدموا، بس سندويش ما بصني. ما حبيتها، بالعادة دائماً بتيجي لهون؟ كنت، أثناء الدراسة. شو كان اسمها؟ مين؟ يلي كانت تقعد بمحلي. نبيلة. وطبعاً صارت ظروف وافترقتوا، بدك تعود أو تنسى، وقالوا يا أنسة عولا وعولا درويشة. إيه؟ وبعدين؟ خلص، هي كل القصة. كمان إلك ميول للتأليف؟ أنت مجموعة مواهب. لسه ما شفت شيء. صحيح، وين كنت لما خبرتني بوقت متأخر؟ كنت مشغول بشي، لو عرفتيه كنت بتعذريني بالتأكيد. بعدين أنت كان عندك ضيوف. أنا ما كان عندي حدا، وأنت بتعرف هالشي. أنا ارتجلت الكذبة لضايقك مثل ما ضايقتني. أنا أصلاً ضايقت من حالي. بعدين كنت متوقع إنك تسكري السماعة أول ما تسمعي صوتي. وضيع علي عزايمك المشهورة. أنا واثق إنه هاني غير تركيبة زميله. وأنا كمان. بس الغريب واحد بعلمه يكون غر لهالدرجة. تعرف أستاذ رضوان؟ أنا كنت ناوي أحكي له عن لجان الممارسة وفضل العروض. أوعك، هذا بيحملها باردة سخنة وبوشه لعند بشار. ها انتوا هوا؟ أهلاً أهلاً هاني. أهلاً هاني. مرقت عنكم على المخبر ما لقيتكم. بتعرفوا؟ كلنا نحن المهندسين والإداريين مفكر حالنا عماد المعمل، وإنه رولانا ما بتدور قاري ولا بيتحقق إنجاز. العكس، العامل هو عماد المعمل وهو اللي بيقوم بالإنتاج الفعلي. تصوروا أبو محمود مبارح حقق نسبة 137%، هذا رائع فعلا. أستاذ هاني، العمال هن القائمين على الإنتاج بالفعل، ويبدو أنك اكتشفت شيء متأخر. بس الشيء اللي ما اكتشفته أنه الأرقام هي كلها وهمية. أي الأرقام اتحققت مبارح وما فيها أي شيء وهمي. لا أسيدي، وهمية، والنسبة العالية هي يلي خلاها عالية هو صاحبك المدير العام عمر. عفوا أستاذ رضوان، خليني كفي كلامي. أبو محمود اللي معتقد هلأ أنه هو محقق رقم قياسي، قبل سنتين كان يحقق أكثر من هيك بكتير. صاحبك المدير العام خفت أرقام الإنتاج للحدود الدنيا، وما بعرف شو هو الظرف اللي خلى المؤسسة توافق. لذلك صار أي عامل هلأ ممكن يحقق الخطة ويزيد عليها بكل بساطة. بس هذا يا عمر مو غلط، هيك العمال بياخدوا حوافز. هذا دفاع بشار. معلش، لو كنا عم نشتغل لحالنا نقبض مصاري ونمشي الحال، لكن نحن قطاع عام عم نشتغل لكل الناس، لاقتصاد هالبلد. لذلك مو ماشي الحال، والخطة اللي عم تتنفذ خطة قاصرة وممكن تحقيقها بأي جهد بسيط، وراح تخلي الشركة تخسر وتنهار، وراح يجي يوم ما تقدر الشركة توقف فيها على رجليها. بدون مبالغات يا عمر. طيب معلش، أنا راح أشرح لك بالقلم الورقة. معمل خطة إنتاجه 100,000 قطعة بالشهر. العمال بيتقاضوا حوافز اعتباراً من 80,000 قطعة، وكل شيء بيزيد عن 80,000 له نسبة حوافز. طيب. واضح؟ واضح. كويس. العمال عم تنتج 90,000، 87,000، 95,000، وتاخذ نسبة حوافز على الزيادة. كمان واضح. كويس. صاحبك الأستاذ بشار عمل نسبة الإنتاج والخطة هي 80,000 بالشهر، يعني الحوافز اعتباراً من 65,000. يعني هلأ كل عامل بيشتغل 70,000، 75,000، بياخذ نفس الحوافز اللي كان ياخذها بالأول. فهمت. ألف. لذلك يا أستاذ هاني، العامل فقد الدافع، هلأ بالراحة بيشتغل وبياخذ حوافز. زادت كتلة الأجور وانخفض الإنتاج، وهذا أحسن وأسهل طريق لخسارة المعمل.
فهمت. بس يا ترى بشار فهمان هالشي؟ إن كان فهمانه مشكلة. وإن كان مو فهمانه المشكلة أكبر. لك خنقتيني. لك الجرابات كمان. هدول كفوف. كفوف؟ عشان ما يخرمش حاله. بتعرفي يا سمية؟ أنا كل شيء حققته لحد هلا، كل رضاي عن نفسي، كل شيء ما ممكن يكون بروعة إنك تصيري أم. وأنت أب. يعني هذا أهم شيء ممكن يحصل، أهم شيء بحياتي بعد زواجنا وحياتك. لا، مين ما كان ما أجا بوقت مناسب. وينك يا هالريبو؟ انت بالبلد؟ حق على جوزك ما بيعزمني. اسكت دساس. تشربوا قهوة ولا؟ ولا قهوة. حاضر. ايه كيفه؟ ماشي الحال. كيف شغلك بالبحث؟ يا سيدي ماشي الحال. بس هذا الاستاذ عزت مصر على معجزة، ما بعرف ليش. تصور طلبت منه آلة قديمة لإجراء دراسة لإمكانية تعديل آلية عملها. ايه. قال لي خود بس ما في ولا عامل بمد إيده. معلش يا هاني، هذا عزت مبسوط إنه مدير إنتاج وبده يثبت جدارته بهالموضوع. خلص أنا بكرة بخليه يأمن لك كل احتياجاتك. تكرم ولو كم ماني عنا. بشار. لو سألتك بتجاوبني بصراحة؟ ايه طبعا. عم بسمع انك خفضت ارقام الخطة كتير حتى صار تنفيذ الخطة امر عادي وبسيط. مين قال؟ المهم صحيح الكلام. هو صحيح بس مو بالشكل اللي انتقل لك. انا يا استاذ اجيت على شركة ما كانت تنفذ من خطتها الا نحو 70% ولاسباب عديدة. كل شيء سويته اني خليتها 70% هي الاساس. وين الغلط بهالموضوع؟ طب بشار شو تركت لإمكانية تجاوز هالرقم؟ لا أنا تركت الباب مفتوح. شركتي هي الشركة الوحيدة بالقطر اللي هلأ عم تنفذ خطتها كاملة وزيادة كمان. كل عمالي عم ياخدوا حوافز، الكل راضيان عن إنتاجي إلا أصحابك هدول رضوان وعمر. إذا صحيح إنه كل هالزيادات هي وهمية، أنا كنت أفكر إنه هذا اتهام باطل. معناتها انت كل شيء عملته يا بشار انك خليت المستويات السابقه اللي كانت متحققه فعلا هي اخر المطاف. بشار ايش عملت؟ انت مين عم تخدع؟ لك مين انت تتحاسبني وتخيم عملي؟ ها؟ ومين هدول اصحابك الفاشلين اللي عم بيحاولوا عرقلوا نجاحي؟ الكل راضيين عن انتاجي يا استاذ، المؤسسه والوزاره والعمال، وهذا هو المطلوب. المطلوب؟ لا مو هذا المطلوب يا بشار، المطلوب انك تستلم شركه عم تنتج 70% ترفعه لل 80 لل 90، مو تخلي ال 70% هي الغايه القصوى. لك وينك؟ مهما حاولت ومهما حاولوا ما راح يتأثر نجاحي ابدا، وما راح تقدروا تشوهوا كل اللي انجزته. عم تفهم؟ لسه بتقول نجاحي وشركتي ومعملي؟ هذا مو معمل ابوك يا بشار، هذا معمل البلد كله. اذا كان في نجاح بيكونوا العمال هن السبب، واذا كان في فشل بتكون انت. هاني انا ما بسمح لك ولا كلمه. انتوا اثنين ولا كلمه. اشربوا القهوه. انا اسف سمية، عن جد اسف. بعدين ما مسبح ببيتي ابدا لحديث العمل ومشاكل الشركه، فهمنا يا؟ معلش على التسكع. حلو. ايه بس مو مع واحد ما نطق ولا حرف وماشي كأنه عم يسابق أفكاره وترك اللي معه تركض وراه. ها معك. آسف. لو أعرف بس شو اللي مخليك بهالحالة. الدروب القصيرة.
شو هاد؟ عنوان رواية؟ لا، هي حقائق مشوهة. تعلمنا أن الخط المستقيم هو أقرب طريق، لكن يبدو أن الخط المنحني صاير أقرب. عم تخترع حقائق جديدة؟ للأسف غير اخترعوها، واكتشفوا أن الوصول لقمة الجبل مو أسهل من خلال الطريق المعتاد. لا بالعكس، الأسهل اختصار الدرب والتربع على القمة. ما عم بفهم. مثل اللي بينفخ بالون كبير كتير قد الجبل وبيتسلقوا بمساعدة حدا، وبعدين بيقعد فوق البالون. بس دبوس واحد بينفس البالون؟ قادر نسيوه. انت متعب فعلا، وانت بالك طويل ورسامة رائعة ورفيقة ممتازة. شكرا. وغيره؟ انا جعت. يلا. إجا بابا. أهلين بابا. أهلين سليم. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما صار إلا بتنا بحلب ومشينا بأذان الصبح. بدي شوية حلو اشتريته امبارح. إي والله. تعبان. الليلة ما صح لي نام نص ساعة. دبرتي قصة الكمبيالية مع التاجر؟ شلون بدي دبرها؟ يمكن يصبر علينا. هاي صار له أكثر من جمعة وما عمل شيء. وآخرته إلا ما يعمل، بده يحجز علينا. شو عنا لا يحجزوا؟ غطيني غطيني إذا غفلت. بأول اجتماع للمجلس الإنتاجي أنا راح أطرح الموضوع. حتى الآن ما قدرنا نوصل لأرقام السنة الماضية، ومع ذلك ما بنسمع إلا المديح والثناء للشركة. يا ترى لو انوضعت الحقائق كما هي أمام الآخرين، شو بيكون الموقف؟ سكوتنا يعني نحن رضيانين عن هالشي، بينما المعمل كل ماله لورا. أنا ما راح أسكت. ونحن كممثلين نقابيين وكجزء من تنظيم نقابي، المفروض انه ننبه عن الخطأ ونوقف وشه. المعمل السنة الجاي رح ينهار، فبينما منكون فرحنا بشوية حوافز السنة، السنة الجاي المعمل بينهار وبيخسر، ونحن كنقابيين مو ممكن نرضى بهالشي. ولا يهمك، بكرة بيرجع لطيف وحنون مثل أول. أما موضوع حذف اسمك من اللجان فهذا ما عرفت سببه لهلأ. اتغير اتجاهي تماما ومن غير سبب. وصيناك تراعي بيصار ما طلع بإيدك.
استاذ عزت، بلغك بشار مشان الآلة القديمة؟ لا ما بلغني شيء. طيب ممكن ادخل لعنده؟ عم يوقع البريد، وبعدين مثل ما انك شايف في قدامك المدير الاداري والمدير التجاري. طيب شكرا. على حساب فيك تمشي الافندي على كيفك. ليش بقى؟ قالوا لك بحل عقد المعقدي؟ ابصر بجوز صايره هيك. استاذ نافع انا ما بقى فيني استحملها. لا فيكي، وبتشتغلي مثل العاده، ما بدنا ولدنات، فهمتي؟ اهلا عمر، جيت بوقتك. شفت شو عمل صاحبك؟ شو عمل؟ نقل رضوان للمخبر والقسم، نقلوا على الوردية الليلية مراقب إنتاج. شلون؟ إمتى؟ اقرأ التاريخ اليوم. ألو بشار، ممكن أشوفك؟ هلأ. طيب جاي. الأستاذ بشار عم ينتظرني. تفضل. بشار شو هاد؟ بك قول مرحبا بالأول. شو هاد؟ هاني هاني، هاي تاني مرة عم بطلب منك، أرجوك لا تتدخل بأمور الشركة إطلاقا. بشار هذا غلط، رضوان من الناس. رضوان موظف عندي، ما أنا موظف عندك. أنا اللي عم دير الشركة مو أنت. أنا اللي بقدر مصلحة العمل مو أنت. بشار مو معقول، أنا كل ما حكيت معك موضوع بيتعلق بالشركة بتتهم رضوان. أنا ما بيهمني حديثك، أنا اللي بيهمني إنه عندي عمال برا عم تشتغل وعندي خطة وشغل، وماني فاضي لآرائك وآراء غيرك. أنت هاني هون مانك موظف، أنت عم تجري بحثه بس، عليك فقط إنك تهتم ببحثك، وعلينا نحن قدر استطاعتنا إنه نساعدك. وأنت شايف أنا ما قصرت معك أبدا. لذلك أرجوك يا هاني، خلي الصداقة والزمالة ضمن علاقتنا الخاصة، لا تحشر حالك بأمور الشركة إطلاقاً. أنا ما بسمح لك، عم تفهم؟ خسارة يا بشار، كنت بتمنى لو تناقشنا نقاش بدل صراحك هاد. أنا بناقشك بأي شيء بخص علاقتنا نحن الاثنين، أما أمور الشركة فلا، ما بتخصك. لذلك هي آخر مرة، آخر مرة بسمح لك تناقشني فيها. معلش ماما مالي لبس. خير؟ في شي مضايقك يا ابني؟ لا 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 ما في شي ما في شي. شو صار بموضوعك؟ عم بشتغل فيه. مطول؟ لا مو كتير. يعني من هون لشهر يا سمية بصير جده. وأحلى جده، يعني شي شهر ونص. وأمك بتصير سنته وهذا ما بعجبها. نيالك ما أفضى بالك. دينته بشار مو معنا اليوم.
آسف، كان بالي مشغول. بالشركة طبعا. لا، بهاني. عم يسبب لي وجع راس. اللي بيسبب لك وجع راس انقله سرحه. يا ماما هذا زميلنا مو موظف عنده. ولو شو قصته؟ شو عم يعمل؟ وشو عم يضايقه؟ عم يتدخل بالشغل بطريقة سيئة كتير. اوعك بشار، اخي ما كان يصبر على واحد يضايقه، مشان هيك وصل لمركزه. ماما رجاء وفري نصايحك وبعدين بنحكي بالشركة وبهاني. نحن هون بزيارة لأهل. معك حق. اهلا يا هاني، تفضل. بس اختصر، انا مشغول جدا. انا اسف يا دكتور، دائما باخذ من وقتك، لكن في لي طلب بيهمني كثير ويعني ارجو انك تساعدني فيه. هات لشوف. في المهندس رضوان عندنا بالشركه بدي اياه يشتغل معي بتجربه. شو المانع؟ بدي مساعدته. يبدو انه هذا متعذر بالنسبه لاداره الشركه. طيب بحاول من دون ما افهم ليش متعذر وليش هو بالذات. بالمناسبة رضوان زميلي وأنا بعرفه منيح، وأنا بثق فيه وفيك غيره. شكرا يا دكتور، هذا كل شيء. شو صار باللوحة؟ أنا لوحة؟ قدريت أنك زرت بنت أختي علا مشان تشتري لوحة. فعلا. واشتريتها؟ الحقيقة لسه. طيب اوعك تساومها، علا عنيدة مثل ما بعرف. مو كتير يا دكتور، في ناس اعند. يلا بلزم. مع السلامة يا هاني، مع السلامة. ابو جميل الشوفير دبر لنا حل. انا بقدر باخذ من التسليف، هو بيكفلني، والباقي بنبيع السواره. السواره باتا وما بدنا نركب دون علينا. ودين التاجر؟ رح بيع آلة التريكو. لا ما بخليكي. رح ابيعها، ما بقى بدي هالشغله. منعيش على راتبك لحتى الله يفرجها. اللي عم بتطلعيهم كانوا يسندونا شوي. معلش الله ما بيقطع. روح بدل ثيابك وتغسل. بعرف الحق علي، انا روحت المصاري. معلش هذا اللي صار. إذا المعاون الوزير بده يتدخل بشغلي، أنت غلطان يا أستاذ، وهو كمان غلطان. أنا ما حدا بيقدر يحط العصي بعجلاتي، ورضوان رح يبقى بالوردية الليلية. بشار هذا موقف الضعيف. أبداً، الضعيف هو اللي بيلجأ لنظمي وزملاء نظمي، بينما أنا هون قوي، وشغلي ونتائج عملي هي سبب قوتي، مو أي شيء آخر. بعدين بالنسبة لك، الآلة القديمة صارت جاهزة وهي تحت تصرفك، وفي عمال حتى يساعدوك. طبعا ما بدي منك شكرا ابدا ابدا، بس يكون بعلمك انك وقفت مع الجانب الخاسر. الغلط الاصلي بجر اغلاط اكبر. كبسه بمكتبه كبسة قوية، بهدل على الماكن وقال له ما بسمح لك تتدخلها. ويظهر هداك راح واشتكى لمعاون الوزير، قام راح لعنده اليوم على مكتبه لهاني وسمعه كم كلمة بيسوى عمره.
الحديث كله عن الإنتاج؟ ما جابوا سيرة المبايعات، الشراء، العروض؟ لا لا لا، كله على الإنتاج. يعني نحن برا الشغلة بيناتو. سيدي فخار يكسر بعضه. شبه الأمورة؟ قد ما كانوا صحاب وحباب، قد ما هنن هلأ مثل الأعداء. هاي أبو الهول، شو ظاهر حابكة معك كمان اليوم؟ نحملنا بالطريق كنت مشيتني وراك شي ساعتين ثلاثة. علا، خالك الدكتور عرفان جاب سيرتك قدامي كأنه بيعرف إنه عم نتلاقى. طبعاً بيعرف. ليش؟ لأنه صديقي سألني عنك، قلت له هذا مهندس متعب مثلك، فضحك وقال لي تستاهلي. شبك متضايق، كيف فيني خفف عنك؟ صعب. ليش؟ لو كانت مشكلتي كانت بسيطة. مشكلة أصحاب الدروب القصيرة؟ تماماً. أقصر الدروب للأعلى يا علا. لا تخاف، هي دائماً أقرب الدروب للأسفل. هون المشكلة، إذا كان اللي عم نحكي عنه إنسان عزيز. طب والحل؟ ما بعرف. المهم أنا فرضت نفسي عليكي وصرت عم وجع لك راسك بمشاكلي. لا أبداً، الأجر مدفوع سلفاً. ما شايف قديك سبت صحة من يوم ما عزمتني على سندويش وكاسة عصير. شو عم تسمعيني مشان أعزمك اليوم؟ لا، اليوم أنا عازمتك، وبعد ربع ساعة رح يكون الأكل هون. شو المناسبة؟ أقصر الدروب حسب القول المأثور. آه.